هذا الترشيح ربما هذه قيمة مضافة بالنسبة للترشيحات الأخرى يأتي في ظروف مناسبة جدا، لذلك ممكننا إلا ندعمه في ظروف مناسبة جدا. أولا جو النية، جو الربح للسيدولاغان، جو المونديال، جو هو حتى الشبان ديال 23 عام خلعونا شوية البارح، ولكن الحمد لله توما تأهلوا للنهائي وتأهلوا للألعاب الأولمبية. إذن هذا الجو هذا اللي الحمد لله اللي موجود، لأن ربما هو يساهم اليوم في تلطيف شوية هذه الأوضاع العامة الاجتماعية اللي تكلمنا عليها، وبالتالي باش يدكي هذا الروح الوطنية ويقويها يأتي في هذا الجو. ثم هو ترشيح اللي مشترك فيه دلالة عميقة مع إسبانيا مع 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 البرتغال. احنا نعود الى تلاقح، ماشي في الخطاب ديال الغرب اللي انتقدته قبيله، تلاقح الحضارات، تقاربها، الشمال جنوب اوروبا، بلد عربي امازيغي مسلم منفتح على افريقيا وظروف افريقيا، بلد ينتمي كذلك للامتداد العربي للامتداد الاسلامي ككل، مع جوج ديال الدول الاساسيه في الاتحاد الاوروبي اليوم. يعني هذا يعني ترشيح اللي يمكن يحمل رمزيه كبيره وعنده حظوظ ديال النجاح، عنده حظوظ ديال النجاح عنده حظوظ ديال النجاح كبيره. تعدين ديال فوزي القجاع وزير منتدب رئيس الجامعة الملكية، ملف ديال الترشيح تنقول لك شوف شوف بغض النظر بغض النظر ربما مهام كثيرة فعلا فعلا مهام كثيرة، هذه مهمة مؤقتة وإن كانت مؤقتة لمدة على الأقل 6 سنوات اللي غاتفصلنا. مي بون نقول لكم واحد المسألة في هذا الأمر هذا اللي خصو شوية ديال 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 شنش ديال ديال الإيمان، خصو شويه ديال ديال الامور اللي غير عقلانيه. كنت باغي نقول لك النيه، باغي نقولها لكم بالفرنسيه سا باسمي سا مارش بوغ فوزي، سا مارش بوغ فوزي، وخليها الحمد لله نتمنوا له مزيد من التوفيق. سا مارش، ما كنتكلمش على فوزي الوزير، فوزي الوزير راه كيعرفني وعندي مع علاقه طيبه ويمكن لي نهضر معاه في القضايا الاقتصاديه وفي الحكومه وفي كذا، وطبيعي هو يتفهم ذلك، لكن يعني أبلى البلاء الحسن على مستوى رئاسته للجامعة الملكية لكرة القدم، الشيء اللي درناه بالنسبة للمونديال في قطر والشيء اللي كنديروه دابا في الـU23، بالتالي كيدار لي يمكن يلعب دور أساسي ودور إيجابي بالنسبة لهذا الترشيح.